التصرف في النفايات على اختلاف أنواعها وتصنيفاتها إشكال يؤرق جميع الأطراف والهياكل المتداخلة من مؤسسات عمومية ومجتمع مدني. وقد طرحت الشبكة التونسية للسياسات العمومية وشركائها مقاربة جديدة لمعاضدة مجهودات الدولة في تفعيل برامجها واستراتيجياتها في التصرف في النفايات. هي مقاربة مفعلة في 148 دولة تشبهنا، وأول مرة يقع تفعيلها في تونس من خلال بتعاون مع الجامعة الدولية، والهدف منها هي معاضدة جهود الدولة في التنفيذ والتفعيل السياسات هذية في القطاع النفايات. شنو باش تلقاه؟ ياما مشاكل قانونية، ياما مشاكل مادية، يا مشاكل متاع إمكانيات بشرية، يا مشاكل متاع عقلية. هذوما كلهم ما نجموش نحلهم بحل واحد، يلزم نلقاو حلول صغيرة حتى لين نحسنوا من الوضعية. وبالإضافة إلى الاستراتيجيات الوطنية للتصرف في النفايات واستراتيجيات الانتقال الإيكولوجي، ستكون هذه المقاربة الجديدة دعامة أخرى لمجهودات الجهات المعنية في مجال التصرف في النفايات، تهدف إلى تطوير السلوكيات وتطوير أنماط الإنتاج والاستهلاك. مش يولي عنا طريقة جديدة باش تكون التصرف في النفايات نحو التثمين. النفايات اللي قابلة للتثمين تمشي للتثمين، والنفايات اللي مش ممكن نثمنها هي الوحيدة اللي تمشي للمصبات. اليوم التقنية اللي احنا قاعدين معناها نخدم عليها هي يلزمنا نعرفوا المشكل ونحدوا المشكل شنو. وقت اللي نتحدد انت المشكل وتعرف تحط له اسم معناها نمشي، وخاصة معناها لازمك تخدم على مستوى معناها منطقة بلدية معناها مناطق معناها صغار باش تلقى الحل الصغير اللي هو وقتها أنت خدمت عليه، أعطيته الإمكانيات الكل لتفعيله، أعطيته الإمكانيات الكل باش يكون مقبول اجتماعيا، وأعطيته الإمكانيات الكل باش يكون زاد ماديا نجموا نخدموه. عندنا الإمكانيات المادية والبشرية باش نخدموه. وتعمل وزارة البيئة على تشريعات جديدة ستصدر قريبا في مجالات البيئة، منها مشروع أمر يخص الفرز الانتقائي ومشاريع ترتيبية تخص أصناف النفايات القابلة للتثمين الحراري. كما تعمل الوزارة على منشور جديد نحو إدارات عمومية صديقة للبيئة.